السلام عليكم لجميع عشاق القضايا البوليسية، مرحبا بكم معايا فيديو جديد وقضية جديدة. قضية اليوم غادي تكون من سوريا وغادي تكون مدينة حمص بالضبط. غادي تبدا القصة من بعض الشباب بغاو يرميو حاشاكم الأزبال ديالهم في مكب نفايات، غادي يحلوا مكب نفايات وتماك غادي تبان لهم طفلة تقريبا عمرها 3 سنوات مرمية في مكب نفايات. أعزكم الله، هذه الطفلة الملامح ديال وجهها ضاعت والجمجمة ديالها كأنها مقسومة على جوج. بسرعة الشباب بلغوا الشرطة اللي جاوا لعين المكان وبداوا التحقيقات ديالهم. شكون هي هاد الطفلة وما سر تصفيتها بهذه الطريقة الوحشية؟ هادشي اللي غادي نعرفه في قضية اليوم. وقبل ما نبدأ القصة كالعادة ما تنسوش تشاركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تبخلوش عليا بالإجابات ديالكم إلا شفتوني كنستحق. نبداو قضية اليوم على بركة الله. قصة اليوم غادي تكون من سوريا وغادي تبدا القصة في مدينة حمص بالضبط في حي المهاجرين. غادي تبدا القصة يوم 8/8 بالضبط 2022. في هاد اللحظات بالضبط كانت واحد الأم اللي كان سميتها إسراء خرجت مع بنتها اللي سميتها جوا للتسوق. بحال ديما مشاو بحال كل اسبوع كيتسوقوا داكشي اللي خصهم في الدار. منين كملات اسراء التسوق ديالها غادي تمشي عند واحد جارتها باش تمشي تجمع هي وياها وتشرب عندها كاس اتاي بحال ديما. المهم وبحال كاع الامهات دخلت اسراء عند الجاره ديالها تشرب كاس اتاي وخدات راحتها في الجماعه وخلات بنتها تخرج برا تلعب، وهذا اكبر خطا كيديروا اغلب الناس. المهم ظنت إسراء أن الزنقة أمان وراه الجيران كيعرفوا بعضياتهم، يعني ما عندهاش علاش تخاف على بنتها. بقات جوا كتلعب في الزنقة وإسراء مجمعة واخدة راحتها مع جارتها. كملت إسراء جماعتها بغات تخرج حالاتها خرجت كتقلب على بنتها باش يرجعوا للدار، ولكن للأسف جوا ما كاينش ليها الأثر في الدريبة. ما خلات إسراء فين قلباتها وما خلات شكون سولات في الجيران، وحتى واحد ما عرف طفله جوا فين مشات. اشنو غيكون وقع لهاد جوا وشنو السبب ديال الاختفاء ديالها؟ الله اعلم. الام حدا كتقلب على بنتها وما كتلقاهاش بداو كيجيوها نوبات هلع وبدات كتخلع. حسات ان الوضع خطير وما حد بنتها كتعطل باش تلقاها، يعني بنتها ما غاديش تبان. المهم بداو الجيران كيقلبوا معاها ولكن للاسف لا اثر لجوا. إسراء ما بقاش قدامها إلا حل واحد، هو أنها تبلغ الشرطة ودير بالها اختفاء لفائدة العائلة عن اختفاء الطفلة ديالها. فعلا داكشي اللي دارت، مشات عند الشرطة وبلغات عن اختفاء جوا، والشرطة بما أن المختفية قاصر وطفلة فهما بسرعة بداو التحقيقات ديالهم وبداو عملية البحث. هاد عملية البحث وصلت ل 11 يوم ولا أثر لجوا. من بعد 12 يوم بالضبط غادي يجي واحد البلاغ للشرطة بوجود جثة لطفلة عندها 4 سنوات في مكب النفايات. المهم الشرطة مشاو لعين المكان وبداو التحقيقات ديالهم. فعلا قلبوا ولقاو الطفلة تقريبا عندها 4 سنوات مرمية في مكب النفايات. الملامح ديالها تقريبا اختفات، الملامح تاع وجهها تقريبا اختفات، كيبحال تعرضات لعدة لكمات على مستوى الوجه. بسرعة علموا النيابة العامة وعطاو الصلاحيات باش تنقل جثة المستودع الأموات باش يعرفوا شكون هاد الطفلة وأشنو السبب ديال هاد الوضعية اللي هي فيها. وبما أن الطفلة صغيرة ما قدروش يتعرفوا عليها من البصمات حيتاش ما بقى صغيرة وبقى قاصر، وحتى الرأس ديالها كان مدقدق والملامح ديال وجهها تقريبا تمسحات، يعني ما قدروش يعرفوا شكون هاد الطفلة. فقلبوا في البلاغات اللي عندهم ولقاو بلاغ وحيد اللي كان متقدم للشرطة لفائدة العائلة عن طفلة عمرها 4 سنوات. بسرعة الشرطة استدعاو الأم لاموغ باش تشوف الجثة ديال ديك الطفلة واش بنتها ولا لا. وفعلا الأم انفو دخلت لاموغ شافت البنت عرفاتها من الحوايج ديالها. الأم جاها انهيار عصبي وتأكدت أنها بنتها كيتليكم من خلال الملابس ديالها. من بعد خرج تقرير الطب الشرعي اللي غادي يأكد أن جوا ماتت من بعد 6 أيام من الاختطاف ديالها، والسبب ديال الوفاة أنها تعرضت لضربات قوية على مستوى الوجه والرأس.
بعد عدة أيام من اكتشاف الجثة، ألقت الشرطة القبض على شخص مشتبه فيه اللي كان الاسم ديالو مديان أحمد، من مواليد 1973 في سوريا. هذا الشخص عنده تاريخ طويل مع المشاكل الصحية والنفسية. مديان كيف شدوه البوليس اعترف أمام وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية أنه هو الفاعل، وقال تفاصيل دقيقة كيفاش ارتكب الجريمة دياله. والقصة اللي قال هو بلسانه كانت كالتالي: قال أنه نهار اختطاف جوا كان جالس في داره، سمع الدراري الصغار كيلعبوا في الشارع، وجاته فكرة أنه يختطف واحد الطفلة ويتعدى عليها. بقى مقابل الوليدات اللي كيلعبوا في الدريبة حتى بدات كتظلم الحال، ومن بعد الدنيا بدات كتخوى والرجل بدات كتخف. ولحسن حظ هاد السيد فالكهرباء تقطعات في داك النهار في داك السيكتور كامل. في هذيك اللحظة كي كيقول مديان: جاتني الفرصة باش أنني نهز البنت جوا. بنت اللي يبقى تاع هي بحدها في الدريبة، سديت لها فمها، دخلتها للدار وربطت لها يديها ورجليها وتكرفست عليها كيف ما قال لي راسي، ومن بعد صفيتها لها. لكن الصدمة أن هاد الاعترافات ديال مديان كانت متناقضة تماما مع تقرير الطب الشرعي اللي أكد أن سبب الوفاة كان ضرب مبرح على مستوى الوجه والرأس، شي حاجة ثقيلة. والضحية ما تعرضتش نهائيا للاعتداء. تصريح الطب الشرعي خلى الشعب السوري يشك في أن مديان هو مول الفعلة أو اللي هو صاحب الجرم المشهود، خصوصا أن هذه القضية أثارت الرأي العام والصحافة دخلت فيها والإعلام. يعني الشعب السوري بقى متابع هذه القصة وباغي يعرف شكون الجاني الحقيقي. المهم الشعب السوري تأكد أن مديان بريء من هذا الجرم وما عنده حتى شي علاقة من هذا الشيء. شكون اللي غادي يكون صفاها لهاد الطفلة؟ وعلاش تصفات بهذه الطريقة الوحشية؟ وأشنو السبب؟ الله أعلم. دازت مدة، مديان توفى في أحد المستشفيات، ومن بعد واحد الجمعية ديال حقوق الإنسان هي اللي تولات هذه القضية. وبعد تحقيقات معمقة كشفت الحقيقة وتعرى المستور، والحقيقة الكاملة كانت كالتالي: أبجوا كان أحد عناصر الأجهزة الأمنية في الدولة، والمدير ديالو كان شخص كبير وعنده نفوذ. أبجوا كان الاسم ديالو طارق، وكان أكبر تاجر مخدرات في المنطقة. والقصة وما فيها أنه كان هناك خلافات كبيرة ما بين طارق وتاجر مخدرات آخر اللي كان سميته زاهر، وهذا الأخير كان عنصر كبير في أحد الأحزاب السياسية. والخلافات اللي كانت بينهم كانت بخصوص الفلوس. طارق خدا بضاعة من عند زاهر وما بغاش يخلصه. زاهر من بعد ما بدا كيهدد في طارق باش يعطيه فلوس البضاعة اللي خدا، للأسف طارق بقى مصر على الموقف دياله وما بغاش يعطي الفلوس لزاهر. من بعد زاهر بقى الطريقة الوحيدة باش يضغط عليه هو أنه يختطف البنت ديال طارق، وداك الشي اللي وقع خلى الرجال ديالو يختفوا بنت طارق واتصلوا به وأكدوا عليه أنهم خطفوا ليه البنت ديالو، يا إما يعطيهم الفلوس ديالو يا إما يصفوها البنت ديالو. ولكن للأسف طارق معطاش الأهمية للموضوع. من بعد زاهر دار أبيل فيديو لطارق وراه بنته وقال ليه: يا إما تعطيني الفلوس يا إما غادي نصفيها البنت وكنت كتشوف فيها. زاهر لقى أن طارق ما مجاوبش معاه، نفذ التهديد ديالو، وأبجوا كيشوف كل شيء قدام عينيه. دار مع أبيل فيديو هز مطرقة كبيرة وبدأ كيضرب في البنت ديال طارق على مستوى الرأس ديالها وعلى مستوى الوجه ديالها بطريقة هستيرية وطريقة وحشية. طارق كان كيشوف كل شيء هاد التفاصيل لقطة لقطة بأبيل فيديو وما حركش حتى ساكن، رغم ان الاب ديال جوا كيشوف التفاصيل كلها ديال تصفيه بنته بديك الطريقه الوحشيه، فهو ما دار حتى رده فعل. للاسف الفلوس تعمل النفوس. للاسف هذه القضيه تسجلت ضد مجهول ولم يتم محاسبه اي شخص على هذا الجرم الشنيع، وحق هذه الصبيه ضاع بسبب طمع بها والسلطه السياسيه اللي كان كيمتاز بها. صراحه هذه القضيه كتشوك اللحم، وحنا ولينا في زمن القوي
ياكل الضعيف والفلوس تعمي النفوس. نتمنى هذه القضيه ديال اليوم تكونوا خديتوا منها العبره وتكونوا استفدتوا منها، خصوصا اننا نطلق وليداتنا يلعبوا في الشارع ونظنوا ان الشارع امان، فالشارع راه ما بقاش امان. وليداتنا نردوا اليوم البال في ميمشينا يبقوا معنا وما نخليهمش يلعبوا بحدهم بدون مراقبه. نتمنى قصه اليوم تكونوا خديتوا منها العبره، والله يرحم هذه البنيه ويجعل متواها الجنه، والله ياخذ الحق في الجنات. الى الملتقى في قصه جديده وقضيه جديده بحول الله. الى الملتقى.